السلام عليكم. دابا بالنسبه للعطريه بالنسبه لهذا العام مع العام اللي فات ديال الكوفيد وداك الشيء، هاد السلعه دابا كاينه موجوده هذا العام. هذا الاقبال اللي كان داك العام اكثر من هذا هذا العام، لان كان عندنا بحال كنقولوا اهل الحي كيتقدموا من الحي ديالهم. دابا اهل الحي كيمشيو للسواق اخرين، كيمشيو حنا كندوي عليها بالنسبه للمارشي مثلا لا سميتو. بالنسبه للعطريه ما كاينش شي حاجه اللي في ارتفاع زيده ولا شي حاجه سميتو، لا الثمنات تقريبا كلهم بقاو قادين. كاين شويه البزار طايح شي شويه، الكمون وسميتو هما اللي غاليين شي شويه، وبسبسه وقعقله وداك الشيء. بالنسبه للجلجلان الثمن ديال العام اللي فات هو الثمن ديال هذا العام 55 50 60 سميتو، كاين ديال مصر 30 درهم ديال سميتو. هادو بالنسبه للتوابل. الاقبال كاين شويه، باقي السوق شي شويه بارد. العام اللي فات كان الاقبال اكثر من سميتو، انا كتجربه هنا في المارشي دوك الشيء كان الاقبال. علاش؟ لان هذيك كما قلت لك كان اسواق تقريبا شي بحابسين، الناس كيسالوا مع ثلاثه، الناس ما كيبغيوش يمشيو يسافروا بزاف، ما كيمشيوش لا سميتو. اهل بنجديه كيتقدموا من بنجديه، اهل درب السلطان يتقدموا من درب السلطان. دابا لا، دابا كاين الناس من هنا من يمشيو حتى لبنجديه، يمشيو حتى لا سميتو، يتقدموا كل شيء سميتو. بالنسبه للتمر، التمر موجود هذا العام، كاين التمر كاين موجود بزاف، وبالاخص ديال تونس وديال الجزائر. ديال تونس سميتو العام اللي فات ديال الجزائر كان ب 60 درهم 55 60، هذا العام كاينه ب 40 درهم 45 50، هذا هو الثمن ديال سميتو. والتمر ديال البلاد اللي شي شويه مرتفع شويه، بحال مثلا البوفقوس والمجهول وسميتو مرتفعين في الثمن ديالهم شي شويه. وما ديال اللي كيجي دابا من برا كلشي كاين، كلشي موفر موجود، لا جزائر تونس لا السعوديه الامارات كلشي، وكاين السوق عامر سميتو. فوالا الركود كاين، ما كاينش الاقبال كاين كثير بزاف وداك الشيء شويه نقدر شي شويه، لان باقي ما الازمه باقي ما محلولاش. باقي الناس راه كتعرف واحد 70% او اللي يلاه خدامه، او 50% اللي يلاه كسميتو، والشيء الاخر باقي كلشي ما سميتو، لا بالنسبه للوزينات، لا بالنسبه للمعامل، لا بالنسبه للسلعه اللي كتدخل من برا. الناس اللي كيمشيو كيديروا السلعه كيخرجوا كيجيبوا السلعه، ما كاينش كاينش بزاف، راه معروف هذا سميتو، ما كاينش الاقبال كاين كثير كما سميتو، كما السنين اللي فاتت قبل من الكوفيد. انا كندوي دابا على مثلا على قبل من الكوفيد، ومن الكوفيد لهنا، لا ذاك العام لا العام. ذاك العام كان الاقبال، علاش؟ لان كانوا الناس جات رمضان مع يلاه غادي بدات الكوفيد، يلاه سميتو الناس خايفين كيتقداو فوالا، هذا هو اللي جعل كاين واحد الاقبال، وكان حتى ارتفاع في الثمينه. دابا هذا العام كاين ركود، كاين سميتو بنادم كيتقدا عادي، كليان ديالك كيجي عندك صافي، هذا هو اللي سميتو، ما كاينش زعما شي اقبال. ونتمنوا من هنا السيمانه الاخرى يكون سميتو يكون اقبال كثير اكثر من العاده كثير. بالنسبه للمواطنين، عندهم كيتكرفسوا اكثر من الملحانوس، لان المواطن كاين خدامين حنا مع غير الموظفين وسميتو. الموظف دابا كيخرج مع الربعه ديال العشيه، الاغلبيه كيخدموا يخرجوا مع الربعه ديال العشيه، الربعه ديال العشيه كيلقى كلشي ساد، ما عندوش الوقت باش غادي يتقدى، كيفاش غادي يديروا؟ وجاي رمضان الا خلاو ثلاثه غادي يتكرفسوا الناس اكثر. النهار اللي داروها لينا هنا، انا خرجت في الباب ديال المارشي، الكليان باغي يبكي، ما منين فين غادي يمشي؟ قال لك ما عنده لا طوموبيل لا والو، غادي يمشي الطاكسي، يمشي حتى الباب مراكش، ولا يمشي حتى درب السلطان باش يتقدى. وهو يا سميتو ما عندوش حتى الثقه ديالو، ما غاديش تحمل لي ثاني طاكسي يمشي ب 300 ويجيب 300، هي 600 ريال يزيد على المصروف ديالو، ما يمكنش. كاين اللي يلاه كاين اللي غير سميتو باغي يتقدى غير ما ياكل في هذاك النهار كامل، لا ولا شي حاجه، كيلقى المارشي كلشي ساد، دار لداخل وبرا كلشي ساد، وبلا اعلان. هذا هو المشكل، ما علموش بينما ان الناس لا في اذاعه ولا شي حاجه، بينما ان راه ذاك القرار اللي كان ديال الثلاثه راه غادي يولي ساري المفعول ثاني، ما قالوهاش. حتى جاو علمونا نهار الاحد في العشيه، قال لك غدا راه غادي نتسدوا مع الثلاثه، لا يعقل. يعني انتوا يطلقوا يديروا لنا واحد التقنين، كنت شي مشكل، اي واحد ثلاثه ثلاثه، واحد ربعه ربعه، واحد سميتو. علاش حنا مثلا المارشي هذا المارشي ديال المواطنين عاديين كيتسد مع ثلاثه، اسيما ومرجانات وسميتو بيمات وداك الشيء كيبقاو حالين حتى لسته ولا سبعه ديال العشيه، ما يمكنش. علاش حنا مالنا؟ حنايا ماشي مغاربه، هادو حيت شركات كبار كيقدر ما تقدر تدوي معاهم لا حتى شي حاجه، حنايا ما يمكنش، خصنا حنايا يكون عندنا بحالنا بحالهم. اسيما تسد مع ثلاثه حنا نسدو مع ثلاثه، اسيما تسد مع ثمانيه حنا نسدو مع ثمانيه، علاش حنايا؟